احنا في حلقة سبقت تكلمنا عن موضوع الثالوث، وفي شيء حلو لفت انتباهي انه الموضوع هذا ما هواش اشكال لكنه جمال، ولانه موضوع جميل احنا محتاجين انه فعلا في المصباح كلمة الله واعلانات الله نشوف جمال هذا الموضوع. اذا ممكن تشرح لنا شو بتقصد بهذه العبارة؟ الجمال. أوكي. الجمال. الحقيقة موضوع الجمال بتلاقي بوضوح مثلا بكلمة سر. في الكتاب المقدس بتكلم عن عدة أنواع من الأسرار. في أسرار تتعلق بحالة الإنسان وخطيته، مثلا سر الإثم. أوكي. في أسرار بتتكلم عن مقاصد الله، مثل للإنسان، الإنسان اللي عنده خطيئة في الإثم والآن مقاصده سر الملكوت، سر الإيمان، سر التقوى. هيك مقصد الله أن يتغير من هاي الحالة إلى حالة أخرى، هي مقصده بالنهاية للإنسان. ثم بتكلم عن سر التغيير اللي بيصير للإنسان لما بيتغير الإنسان، الجسد الممجد شو بيصير فيه لما بآمن بالمسيح، سر التغيير اللي صار في الإنسان. لكن بالنهاية بتكلم عن شيء اسمه سر الأسرار، سر المسيح اللي كان مكتوم منذ الدهور، ما كانش معروف تماما، كان في انتظار كل القرون لها الشخصية اللي بتسدد حاجة الإنسان. يعني بمعنى في العهد القديم في صرخة مستمرة عند الإنسان، ليش مش فاهمين الله بيحبنا صحيح؟ طب ليش الذبائح مش عم بتكفي؟ ليش نحن مش عم نتغير كفاية؟ الله عادل وقدوس وهذا عظيم، لكن إذا كان بيقدر، إذا كان بتصرف برحمة، هل هذا بتناقض مع عدالته؟ كيف بدها تنحل؟ كيف بدها تربط الرحمة مع العدالة؟ ليه في تقصير من الكهنة؟ ليش تقصير من الأنبياء، من الملوك؟ في فجوة هائلة، في ظهورات لله بشكل عجيب مع شخصيات مختلفة دائما بتترك القارئ في علامة استفهام. بدنا كمان يعني. والقصة بتبدأ مع آدم وسقوطه، في بحث مستمر عن آدم آخر يحل مشكلة الآدم الأول. فبمعنى تاني بصير سر المسيح الذي فيه كل أمور الله وكل مقاصد الله تجتمع في شخصه. وبمعنى تاني السر يعني جمال، ولها معنى تاني كمان، إنه كلمة، ليش رب يستخدم كلمة سر؟ بمعنى إنه نفس المعلومة بتكون مخفية عن الشخص الأول بكون مكشوفة للشخص الثاني. الشخص الثاني لأنه قلبه منفتح، عم بحب يسمع الله، قلبه بتكيف مع إعلانات عن الله، ما بيقول لا يا الله ما بيصير هيك، ما بيعجبني هيك، بدي اياك تكون كذا. الإنسان اللي قلبه مش نقي، مش منفتح، مش خاضع، إذا الله بيريد يحكي شيء لازم نسمع. فكلمة سر بتوحي إنه شخصين بيكون عندهم نفس المعلومات، واحد فاهم والتاني مش فاهم، واحد رافض والتاني فرحان، واحد بناقض وبيقاوم بهاجم ما مش ممكن تعطي له جواب يشبعه، والتاني محلق بالفرح ومتأكد وعنده تأكيد وماشي إلى الأمام بطريقة روحية. عشان هيك بنقول الثالوث اللي المسيح كشف عن طبيعة الله، احنا بنستخدم كلمة ثالوث، ممكن كلمات أخرى. المسيح لما ظهر كشف عن طبيعة جميلة لله. فإذا أنت عندك القلب الحلو المقابل إيش الله بيحكي عن نفسه، تتجاوب معه وبتصير رحلة اكتشاف ومتعة لجمال، وليس مشكلة عم بتحلها.